أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. موضوع حلقتنا اليوم الأصوات التي بدأت ترتفع وتنادي بالتدخل الدولي في السودان من أجل إيقاف الحرب وحماية المدنيين. من ضمن الجهات التي نادت بذلك هيئة محامي دارفور، وأذكر أنه رئيس الهيئة الأستاذ صالح محمود ضيفنا في هذه الحلقة عندما قابل الأمين العام للأمم المتحدة قدم هذا الطلب. اليوم نلتقي بالأستاذ صالح محمود المحامي رئيس هيئة محامي دارفور، نناقش معه أسانيد القانونية التي استندوا عليها في هذا الطلب والبعد الأخلاقي فيه، خصوصا وأنه أثار بعض الحوارات وبعض النقاشات في الوسط السياسي السوداني وإمكانية تطبيق ذلك. أهلا ومرحبا بك أستاذ صالح محمود في راديو دبنجة. أهلا وسهلا أستاذ صابر مصطفى زكريا. يا هلا بك أستاذ. كما سمعت موضوع حلقتنا اليوم هو المطالبة بتدخل دولي في السودان لوقف الانتهاكات ووقف الحرب وإقرار نوع من السلام، وذلك بالنظر إلى المسؤوليات الملقاة على عاتق المؤسسات الدولية وخصوصا الأمم المتحدة ومجلس الأمن. معروف إنه هذا التدخل يعني منصوص عليه في البند السابع، لكن تفاصيل أكثر، أنتم في هيئة محامي دارفور قانونا استندتوا على شنو في هذه الدعوة أو هذا الطلب؟ طيب أهلا وسهلا أستاذ صادق، وأهلا بمستمعين راديو دبنجة. السؤال أستاذ صادق حول ما يسمى بالتدخل الدولي في الشأن السوداني في هذا الظرف المعقد. خليني أبدأ بعبارات مبسطة جدا لمصلحة توضيح الرأي، إنه يجب أن نفرق ما يقال عن التدخل الدولي، نفرق بين إنه في غزو دولي وفي تدخل. دي عبارتين حقه يكون في فهم لمعنى العبارتين. ونبدأ من الآتي، إنه السودان عضو في المؤسسات الإقليمية والدولية، وبيقصد بها مثلا زي الاتحاد الإفريقي والإيجاد والأمم المتحدة بكل مؤسساتها، مجلس الأمن، مجلس حقوق الإنسان وهكذا. اثنين، السودان أيضا موقع على مواثيق دولية وإقليمية على رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 ديسمبر 1948، أيضا الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. السودان أيضا موقع على العديد من العهود الدولية المعروفة، على رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأيضا السودان يعتبر من الأعضاء الأوائل المؤسسين للأمم المتحدة، وكذلك عضو مؤسس للاتحاد الإفريقي. بالتالي يجب أن ننظر للمسألة في هذا الإطار، إنه السودان والسودانيين يعني الشعب السوداني يجب أن يستفيد من ما تقدم هذه المؤسسات للشعوب الأعضاء في هذه المؤسسات أو الموقعة على هذه المعاهدات. طبعا هذا يعني إنه القبول بالدخول في يعني في مؤسسات إقليمية ودولية، هناك هامش إنك أنت يعني كدولة وافقت على أن تتاح لهذه المؤسسات في التدخل في الشأن الداخلي إذا استدعى الحال وفقا لنصوص ومواثيق هذه المؤسسات الدولية. وبالتالي ده من جانب. الجانب الثاني، المؤسسات الإقليمية والدولية زي مجلس الأمن الدولي أو مجلس الأمن والسلم الإفريقي، مناط بهم حفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وفي كثير من الأحيان لا تستدع الحالة أن تكون الدولة عضو في السماح للتدخل بالمؤسسات الإقليمية والدولية في الشأن الداخلي، خاصة إذا نشأت ظروف موضوعية، من بينها إذا كانت هناك جرائم إبادة جماعية
جرائم ضد الإنسانية، جرائم حرب، وهذه الجرائم الثلاثة هي التي تعتبر مهدد للأمن والسلم الدوليين. في هذه الحالة لا تشترط أن الدولة المعنية إذا كانت في إبادة جماعية في أراضيها لا 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 يستدعي ذلك أن تكون الدولة عضو أصلا في مجلس الأمن أو وقع على مواثيق وهكذا. وبالتالي من هنا نفهم أنه مسؤوليات مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الإفريقي مسؤولياتهم هي حفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي. الآن ما نشأ في السودان هو مهدد بالتأكيد للسلم الإقليمي والدولي على السواء، زي ما شفنا حسا الوضع في السودان يهدد دول الجوار، يهدد أيضا من شأنه أن يهدد الأمن والسلم والاستقرار الإقليمي. هذا هو المدخل العام بالنسبة لعلاقة الدول بهذه المؤسسات سواء كانت هي موقعة أو غير موقعة. ولكن في السودان عندنا حالتين، الحالة الأولى هي حالة دارفور اللي نتج عنها جرائم الإبادة الجماعية، وبالتالي مجلس الأمن أحال الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب الفصل السابع على أساس أنه يكون هناك تقصي حقائق، زي ما شاهدنا انه جاء بروفيسور كاسيسي واجرى يعني تحقيقات وعمل توصيات من بينها احاله الوضع الى المحكمه الجنائيه الدوليه. وبالتالي كل هذه العمليات تمت بموجب الفصل السابع، الفصل السابع ساري في دارفور منذ العام 2004 تقريبا. وكذلك العمليات اللاحقه فيما بعد نشر قوات اليوناميد وخلافة كلها تمت بموجب الفصل السابع، ولا زال الفصل السابع ساري المفروض في دارفور. هيئة محامي دارفور ينادي بإعمال الفصل السابع بنفس الأسباب، لنفس الأسباب اللي يعني تمت بها في يعني إحالة الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، نظرا للآتي إنه نفس الجرائم اللي وقعت في دارفور هي تكررت الآن في مناطق أخرى في السودان بنفس النمط وبنفس الكيفية وربما بأعلى، خاصة في الخرطوم وفي كردفان ومناطق أخرى أخيرا يعني الآن في مدني نشاهد ذلك، وتمشي ما يعني من مدني اللي هي ولاية الجزيرة لحد حوالي مناطق سنار، والآن أيضا حتى في غرب يعني في شرق النيل اللي هي من البطان من بحري لحد شرق مدني. الآن تقع نفس الجرائم بنفس النمط، والجزء المهم في الموضوع إنه هذه الجرائم بنفس النمط ومن نفس الأشخاص اللي ارتكبوا الجرائم في دارفور بهذه الطريقة، اللي هم المكون العسكري اللي هو الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع أيضا. يعني بدوا هذه الجرائم في دارفور بالمشاركة وواصلوا فيها لحد الجرائم اللي وقعت في الخرطوم، خاصة فض الاعتصام أمام القيادة العامة وضرب المتظاهرين السلميين في الخرطوم وغير الخرطوم. واستمرت الحالة إلى يوم 15/4/2023. الدعم السريع والجيش السوداني شركة في هذه الجرائم، وبالتالي الهيئة تطالب بعد فشل اللجنة الوطنية برئاسة الأستاذ نبيل في إنه يقدم أي تقارير ذات قيمة يعني في التكليف، هو يعني كان مسؤول عن التحديد حول الانتهاكات اللي جرت في الخرطوم خاصة أمام القيادة العامة، ما قدر يقدم أي حاجة ذات قيمة لحد اليوم. وبالتالي وحيلت المسألة إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف اللي المجلس كون يعني كما هو معلوم لجنة للتقصي الحقائق برئاسة القاضي عثمان شاندي التنزاني. وبالتالي هيئة محامي دارفور يستند على كل هذه المعلومات أنه الآن من واجب ومسؤوليات الجمعية العامة للأمم المتحدة مجلس الأمن وأيضا المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان في التقصي والوصول بموجب هذه التحقيقات الوصول إلى تحديد المتورطين في هذه الجرائم، ومن بعد ذلك تقديمهم للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية بموجب الفصل السابع.
من ميثاق الأمم المتحدة بسبب إنه المحاكم السودانية ليست يعني مؤهلة وغير قادرة وغير راغبة في تقديم يعني في تطبيق العدالة. يظل الحال مماثل للحالة في دارفور، الحال في الخرطوم وفي مدني وغير مدني وفي الكويت، كلها هي حالات شبيهة بما حدث في دارفور وبنفس النمط وبنفس الأهداف. إذا نظرنا مسائل محددة زي جرائم الاغتصاب اللي تم يعني جريمة الاغتصاب كأداة من أدوات الحرب، تكررت في الخرطوم، في مدني، في الكويت بنفس الصور التي جرت بها في دارفور منذ العام 2003 إلى اليوم. نعم أستاذ، طالبتنا بأنه نميز بين الغزو والتدخل الدولي، واستندت لأنه السودان يعني عضو مؤسس في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وموقع على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمعاهدات الدولية ووضع في المنظومة الدولية. هذه المنظومات الدولية يعني بتعنى بحفظ الأمن والسلم الدولي، وإنه عندما يعني وقعنا على هذه المعاهدات والمواثيق ضمنا أتحنا الإمكانية لهذه المؤسسات إنها تتدخل في شأننا الداخلي عندما تشعر بأنه السلم والأمن الإقليمي مهدد. لكن يعني ممكن سوداني يقول لك يا أستاذ صالح، كل الكلام اللي قلته ده حصل قبل كده في السودان في دارفور، ومجلس الأمن استنادا على الفصل السابع أحال الملف للمحكمة الجنائية الدولية وقرر إدخال قوات دولية في دارفور كانت اسمها اليونميت مختلطة، وجاءت السودان ولم يعني تؤدي أي دور يعني أدى لقناعة المواطنين في دارفور. الجديد شنو الآن؟ الجديد هو الآتي، هو طبعا مع احترامي لأنك أنت نقلت بعض ملاحظات مواطني دارفور أو السودانيين أو أي مراقبين آخرين، إنه دور اليونميت لم يكن بالفعالية المطلوبة، ودي حقيقة طبعا. لكن اليونميت وجوده في دارفور لم يكن يعني نتائجه صفر أبدا، ما كانت نتائج يعني كلها سالبة، يعني قدمت من التقارير دعمت بها بنسميها البينات اللي كانت مطلوبة في المحكمة الجنائية الدولية. كثير من تقارير اليونميت تم يعني الاعتماد عليها أيضا في التحقيقات التي جرت فيما بعد، وكذلك هناك أيضا كانت بعثة والناس ما بتكلموا عنها كثير، هي البعثة الإفريقية اللي يعني جات قبل حتى يعني بعثة بروفيسور كاسيسي. هذه اللجنة الإفريقية التابعة للمفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب رفعت تقرير، بالمناسبة تقرير ضافي جدا قبل تقرير بروفيسور كاسيسي، وكان فيها تفاصيل كبيرة جدا، وربما ترتقي أيضا لنفس يعني مستوى تقرير بروفيسور كاسيسي. للأسف في الاجتماع الاستثنائي في شهر 9 في شهر 9 2004 اللي انعقد في بريتوريا، سموها extraordinary session for دارفور يعني من المفوضية، والحكومة السودانية بسطوتها في تلك الفترة قروش البترول وغيرها أحالت دون أن يتم نشر هذا التقرير. هذا التقرير أيضا كان تقرير جيد وممتاز بنفس مستوى يعني تقرير كاسيسي، دي كلها برضو فتحت آفاق فيما بعد لمجلس الأمن لتعزيز يعني القرارات بتاعتها اللي تمت كلها اتخاذ كل القرارات اللي صدرت من مجلس الأمن بخصوص دارفور كلها صدرت بموجب الفصل السابع من المحاسبة للعلم، يعني لم يعترض عليها أي حتى من الدول الخمسة اللي عندها حق الفيتو، حتى روسيا والصين أبدا ما عرف إنه يوم من الأيام اعترض على يعني أو صوت أو يعني استخدم حق الفيتو. ده أنا أقول في النهاية إنه اللي بيقولوا إنه القرارات دي ما عندها تأثير، عندها تأثير بدليل أنا بس بدي نموذج واحد، عمر البشير قبل صدور أمر القبض عليه
كان بيتبجح وبيقول انه هو ما حيسلم لا علي كوشيب ولا هارون ولا غيره للمحكمة الجنائية الدولية. تم فتح بلاغ في مواجهته بانه اعاق العدالة الدولية. الان الناس اللي بيقولوا انه القرارات دي ما عندها قيمة، وين البشير وين احمد هارون رحيم محمود؟ نعم استاذ، لانهم خايفين تم نتيجة مباشرة انه الليلة عمر البشير يرتجف من هذه القرارات، خايفين انه يقبضوهم يودوهم المحكمه الجنائيه الدوليه. هذا هو التاثير. نعم استاذ، نحن طرحنا مساله طلبكم للمؤسسات الدوليه بالتدخل الدولي، وطرحنا الان يعني ما يتداول عند الناس انه التدخل الدولي كان ممثل في اليوناميت، الناس في الارض ما كانوا يعني مبسوطين منه، يثار انه القوات دي كانت هي بتتحرك وفق المانديت بتاع الصدر من الامم المتحده انها هي جات تحفظ السلام. فالان يعني انتم التدخل الطالبينه يختلف شنو يعني في المانديت بتاع اليوناميت شنو؟ ده سؤال كويس جدا للاتي يا استاذ صادق. نحن ما طلبنا قوات دوليه، احنا طلبنا تفعيل الفصل السابع، تطبيق الفصل السابع في كل السودان كما هو مفعل في دارفور. الفصل السابع يتيح يعني فكرة الحماية، خلينا نتكلم عن فكرة حماية المدنيين. تفضل. ما عندنا شك في انه لن يتم نشر قوات دولية كما حدث في دارفور، 26 ألف فرد في دارفور وما كانوا كافين. احنا ما طالبنا بتدخل قوات دولية، احنا بنطالب بالحماية. اشكال الحماية كبيرة كثيرة جدا يا استاذ صادق بموجب الفصل السابع. ده يعني لازم يفهموا الناس اللي ما قادرين يستوعبوا انه احنا لما نقول انه الامم المتحده ومجلس الامن يقوم بدوره في حمايه المدنيين في السودان، الحمايه من بين الحمايه القانونيه، تطبيق القانون نفسه يعتبر حمايه. اذا تم تفعيل يعني القانون الدولي بموجب وثيقه روما، انا اعتقد انه الان احمد هارون وعمر البشير يرتعبون، وعبد الرحيم احمد حسين يرتعبون من كلمه يعني انه يودوهم لهاي. هذه هي نوع من انواع الحمايه. الدول اللي يعني برضو فرضت عقوبات يعني او حظر منفرد ارضو، انا اعتقد انه هذا ايضا يحد من نشاط المتورطين في ارتكاب الجرائم، يعني ده برضو نوع شكل من اشكال الحمايه وهكذا. فهي اشكال الحمايه مختلفه جدا جدا، اللي هي تحت العنوان responsibility to protect، يعني بموجب المواثيق عن طريق مؤسسات الاقليميه والدوليه، اشكال كثيره جدا. اذا تم عن طريق نشر قوه ممتاز، اوكي، اذا في امكانيه، لكن نحن لا نرى الان انه العالم عنده الاستعداد ان يخطو مثل هذه الخطوه لكل السودان. ناهيك يعني انه الكلام اللي انت قلته ان يونامت صحيح ما قدرت تحمي كل الناس، ولكن طبعا دي لمشاكل تعود الى تكوين اليونامت نفسه، اللي هي زي ما انت ذكرت انها كانت هي يعني عباره مكون من الامم المتحده والاتحاد الافريقي والسودان. الحكومه السودانيه في ذلك الوقت تمكنت من تخفيف يعني اداء اليونامت بانها اشترطت ان تكون القوه المنتشره في دارفور تجي من الدول العربيه والاسلاميه ومن الدول الافريقيه فقط، المكون الدولي لم يكن موجود بالمعنى الفاعل يعني. وبالتالي لما نقول نحن الفصل السابع، اقرا الفصل السابع عشان تعرف انه الامكانات الفصل السابع بما فيها الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية، نحن في هيئة محامي دارفور بنعتبر أنه ده شكل من أشكال الحماية بالنسبة للمدنيين. يعني إذا كان هي تمثل رادع، يعني التقديم للعدالة يمثل رادع للمجرمين المحتملين أو المجرمين الأصلا متورطين والمطلوبين يعني للوصول أمام المحكمة الجنائية الدولية، هذا هو الرادع الذي نقصده بموجب الفصل السابع. نعم أستاذ، في حديثك يعني شرح وافي
أنتوا لا تستبعدوا التدخل العسكري كشكل من أشكال الحماية، لكن طلبكم اللي قدمته الآن للأمم المتحدة هو يعني إخضاع السودان للفصل السابع، هو إمكانية استغلال كل الحماية اللي بيقدمها الفصل السابع بما فيها التدخل العسكري إن وجد له طريق، ولكن تفعيل الحمايات الأخرى ما في إشكال. السؤال المطروح الآن، ما هو إمكانية تطبيق البند السابع عليه الواقع في السودان الآن؟ طبعا تطبيق البند السابع من السهولة بمكان، يعني إذا اعتبرنا أنه اللجنة المكلفة اللي اسمها FFM سودان، اللي هو لجنة تقصي حقائق بخصوص السودان المكلفة من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف، هذا سيفتح طريق، يعني طريق واسع، لأنه أعمال هذه اللجنة وتكليف اللجنة ويعني وتكوينها بيشبه لحد كبير نفس اللجنة، لجنة الأمم المتحدة أو مجلس الأمن برئاسة بروفيسور كاسيسي لتقصي الحقائق وتقديم توصيات فيما بعد إذا كانت هناك جرائم يعني ترتقي أن تحالل المحكمة الجنائية الدولية، اللي هي الجرائم الثلاثة، جرائم الإبادة الجماعية، جرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية. هذه اللجنة بدأت أعمالها في الجنينة وفي مناطق النازحين واللاجئين، وحتشمل يعني بالدرجة الأولى تحقيقاتها حول ما حدث في الخرطوم، في الخرطوم والآن في مدني وفي بقية المناطق التي تشهد أيضا انتهاكات واسعة. هذه اللجنة بالتأكيد هترفع توصياتها، وغالبا بترفع توصياتها لمجلس الأمن، ومجلس الأمن طبعا عندها بعد كده الإمكانية بتاع الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية كما حدث بالنسبة ل يعني تقرير بروفيسور كاسيسي. لكن عايز أزيد في هذا الموضوع إنه نحن في أنا مشيت مرتين للمحكمة الجنائية الدولية السنة الفاتت والسنة قبل الفاتت والسنة الفاتت، يعني 11-11 كان في لاهاي في 23 أيضا في 22 والآن في نيويورك، وفي الحالتين التقينا بمكتب مدعي جرائم دارفور مدعي المحكمة الجنائية الدولية في إمكانية أن يستفاد أن يستفيد المكتب من التوصيات اللي بتجي والمعلومات اللي ممكن تنتج عن التحقيقات اللي بتجريها اللجنة المختصة برئاسة القاضي شاندي، وبالتالي هناك تنسيق وهناك إمكانية أن تحال هذه التوصيات إلى مجلس الأمن، ومجلس الأمن تحيل هذه القضايا لمحكمة الجنائية الدولية بمعنى أن تحال هذه التوصيات لمكتب مدعي المحكمة الجنائية الدولية للنظر، ده اعتقادي الشخصي يعني من خلال مشاورته أنه تحال هذه إلى مكتب المدعي وتستفاد منه في أن يشمل يعني توجيه التهم يعني للمتورطين في الجرائم والانتهاكات بتاع الخرطوم، وخاصة أمام الاعتصام أمام القيادة العامة عشان ما تكون تحت الفصل السابع، وتحال هذه القضايا لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي. سؤال أستاذ أخير وباختصار، هل الإحالة المتوقعة بعد نتائج لجنة تقصي الحقائق المكونة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، هل مجلس الأمن عشان يحيل الملف ده للمحكمة الجنائية الدولية لابد أن يخضع السودان للبند السابع، أم الإحالة دي ممكن تتم بقرار من مجلس الأمن بعيدا عن البند السابع؟ هو بس لأنه أعمال المحكمة الجنائية دائما بخصوص الجرائم الثلاثة هي بموجب الفصل السابع، فالفصل السابع إذا تمت إحالة هذه القضايا للمحكمة الجنائية الدولية غالبا ستكون بموجب الفصل السابع. أستاذ صالح محمود المحامي رئيس هيئة محامي دارفور، أنا بشكرك، كنت معنا في راديو دبنجة في برنامج في الميزان. الموضوع ما زال يعني يحتاج إلى نقاش أكثر، ولكن تداركنا الزمن، سوف نخصص حلقة أخرى لمواصلة الحوار حول هذا الموضوع. شكرا لك أستاذ صالح. شكرا جزيلا.